اشتهرت ألمانيا بأنها صاحبة مدارس علمية، وصاحب الكلمة القادم هو رجل صاحب مدرسة علمية نشر العديد من البحوث والمؤلفات في مجال الاكتشاف المبكر للسرطان، وكذلك التطبيق الرائد في العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للأورام. وتم اختيار سيادته مؤخرا لرئاسة المؤتمر القومي العالمي للأورام في دبي الأسبوع الأخير من هذا الشهر، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية كلية العلوم، وهو الحاصل والحائز وتم اختياره شخصية العام بجامعة المنصورة، الأستاذ الدكتور محمد عبد الحافظ الفار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، صدق الله العظيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، سعادة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد القناوي، الأساتذة الأفاضل السادة نواب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورائد هذه الاحتفالية الرائعة، الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور زكي زيدان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. بداية أرحب بمعالي محافظ الدقهلية الأستاذ الدكتور أحمد الشعراوي، فحضوركم شرف لي وفخر لنا كأستاذ جامعي مرموق قام بجهد جهيد في حملة قومية للتخلص من فيروس سي. وبعد، فإنه لشرف عظيم لي أن أحظى بتكريم جامعة المنصورة، فسعادتي الآن فياضة وغامرة للغاية أن يكون ذلك بعيد العلم ووسط ومع نجوم ونخبة من علماء جامعتنا الشامخة. فوجودكم وتكريمكم هو دلالة على أن الجامعة ومصر ومستقبلها بخير وارتقاء. سعيد للغاية بأن اقترن الاحتفاء بالتكريم مع الاحتفال بعيد العلم والعلماء. والحقيقة من وجهة نظري أنه تكريم لمعان وقيم عليا إنسانية راقية، وتكريم لإنجازات ومساهمات علمية تخدم الإنسانية. إنه تكريم في صورة أشخاص وعلماء، فيدوم التكريم سنويا لتلك القيم السامية، ويتغير الأشخاص والعلماء بصورة دورية في عيد العلم السنوي. ومن تلك المعاني والقيم يأتي حب العلم والعمل بالمقدمة، فالأمم يقاس تقدمها بمكانها ومكانتهم بها. واسمحوا لي أن أتناول في كلمة قصيرة رؤيتي الشخصية حول القوى الثلاثة التي ترتقي بها الأمم. أولا، القوى العالمة والمعتمدة على العلم لكونه روح العصر، فنحن بحق في عصر العلم. ولعلني هنا أستحضر مقولة وتعريف كين بولدينج بقوله: العلم هو عملية إبدال الأسئلة غير المهمة والتي يمكن الإجابة عنها، وذلك بأسئلة مهمة لا يمكن أو يصعب الإجابة عنها. انتهى الاقتباس. ومن هنا
يقدر بي أن أشير بأن العلم ليس مجرد اكتساب ومعرفة وحيازة قدر كبير من المعلومات العلمية والتكنولوجية، ولكنه يمثل روح العصر لكونه حقا منهجا يعتمد على إقامة الصواب وتصحيح الخطأ وتطوير ما هو قائم. تلك هي فلسفة المنهج العلمي، فالصواب والخطأ هما وجهان لموقف واحد. فالعلم يساعدنا على فهم ودراسة الواقع ومشكلاته، ويدفعنا أن نبحث بطريقة علمية عن حلول لها، ومن هنا تأتي قيمة البحث العلمي. وهنا أشير لقيمة الخيال عند العلماء، فأينشتاين قال الخيال أهم كثيرا جدا من جمع المعرفة. وفي مقولة أينشتاين دلالة على ولادة الابتكار والإبداع من الخيال، فعندما نحلم بالمستحيل سنظفر بالممكن منه. فلقد صعد الإنسان إلى القمر، وأعلن رئيس روسيا منذ أيام قليلة بوتين أنهم بصدد استكشاف المريخ وبحث كيفية الاستفادة منه. حقا فالعلم عنصر حضاري وركيزة بناء الحضارات وارتقاء وارتفاع هامات الأمم شتى. أود هنا أن أشير مرة أخرى لأجمل ما قيل عن فلسفة العلم، وهو ما كتبه صاحب نوبل الراحل الكاتب القدير نجيب محفوظ بقوله، أقتبس منه: إذا نظر الإنسان إلى ما في السماوات والأرض ونظر إلى نفسه، فسيجد أن نظير كل موقع معرفة هناك محيط من اللا معرفة، فالمعرفة بطبيعتها غير كاملة خاصة في العلم. انتهى الاقتباس. ولهذا أود أن أشير إلى أهمية الانفتاح العلمي وتكسير الفجوة بين كافة التخصصات multidisciplinary، وضرورة التوسع في تدوير وتهجين العقول الواعدة من علمائنا الذين تعلموا بالخارج، وكذلك مد جسور التعاون العلمي والبحث والتكنولوجي مع كبرى المراكز البحثية العلمية بأرقى الجامعات والمعاهد بالخارج، وذلك في مشروعات قومية. وفي تصوري الشخصي تأتي الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحار بتكنولوجيا نانو، وما يطلق عليها عالميا الآن نانو ووتر. هذا فقط كمثال. فبغير هذا التكاتف العلمي بين علماء الداخل وبمراكزنا وجامعاتنا، وبغير التعاون مع كبرى المراكز البحثية العلمية بالخارج، فعصر العلم سيفلت منا أو نفلت نحن منه. نحتاج تعاون علمي يحدث نقلة حضارية، وهنا يأتي دور العلماء. ومن بواعث السرور وعن دراية واعية أشيد بالاتفاقات العلمية والبحثية التي أبرمتها وتبرمها حديثا جامعة المنصورة في هذا الصدد والمضمار، مع مراكز وجامعات متقدمة بالغاية. وأزف عليكم خبر أسعدني للغاية، أنه طبقا لمعايير السيتيشنز الاقتباسات، ولقد تصدرت جامعة المنصورة ببحوث علمائها قمة القائمة بناء على هذا التصنيف لهذا العام، وذلك بفضل المنظومة الإدارية الجامعية المتميزة القائمة والباحثين والعلماء العظماء بها. القوى العاملة. وكحقيقة فالعلم والعمل موصول أحدهما بالآخر ولا ينفك أبدا عن بعضهما، فلا قيمة للعلم بدون العمل به بجد واجتهاد لتحقيقه وتطبيقه. ومن هنا
تولد فكرة التكنولوجي. من هذا التطبيق الذي يحول الفكرة إلى منتج حقيقي يستفيد منه المجتمع والبيئة والعالم أجمع. ويقدر بي هنا في هذا المقام الرفيع الذي أتشرف به في جامعة المنصورة والتي شرفتني به الآن بأن أشير أن الدول العظمى المتقدمة التي أدركت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأهمية الهيمنة العلمية والتكنولوجية وأهمية القيام بثورات علمية تكنولوجية لتبني أوطانها ولترفع من شأن شعوبها، فلم تهتم أبدا بثورات ربيعية أو شتوية أو خريفية. وأما الدول غير المتقدمة فلقد اكتفت بالتكنولوجيا البدائية. وهنا يقدر بي أن أشير لأنواع التكنولوجيا في أهمها هاردوير المجسدة embodied، وتلك لها أشكالا محسوسة ويأتي في مقدمتها رأس المال العلمي البشري والتكنولوجي من الخبراء والمستشارين والعمالة المدربة، ومن صورها أيضا الأجهزة والمعدات الراقية والآلات الحديثة. وثانيا نجد التكنولوجيا الناعمة software غير المجسدة disembodied ومقوماتها المعرفة التكنولوجية والمعارف المتعلقة لاستخدام وصيانة كل هذه وتطوير التكنولوجيا الأولى المجسدة الخشنة. والأهم من هذا وذاك هو توطينها ونقلها وتطبيقها، وذلك بغرض تحويل نواتج البحوث العلمية المبتكرة إلى تطبيقات علمية وعملية تفيد الوطن. ونحمد الله أن القيادة السياسية الحالية بمصر رسمت سياسة وطنية علمية تكنولوجية واضحة المعالم لإحداث نقلة نوعية بمجالات شتى، أذكر منها التعمير، استخدام أعلى تكنولوجيا في حفر أنفاق تحت قناة السويس، إقامة ممر مائي جديد بقناة السويس، فتح قنوات المشاركة التكنولوجية في إسالة الغاز بعد استخراجه، معذرة، لتصبح مصر مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، وتلك نماذج مبشرة وأمثلة لأهمية العلم والعلماء. ولك اختار القائد فخامة الرئيس السيسي مجموعة من كبار العلماء بمجلس استشاري بغرض الاستفادة من علمهم، ونفتخر أن من بينهم أستاذ الأجيال وقدوتي وأخي الأستاذ الدكتور محمد غنيم. شكرا جزيلا. فخر مصر وجامعة المنصورة، وكذلك أخي وصديقي العزيز العالم الكبير الدكتور فاروق الباز الذي اتصل بي مهنئا من أمريكا من عدة أيام، حيث عملنا معا من أجل جامعة المنصورة ومن أجل خدمة المجتمع والبيئة في التنمية المستدامة بالأقمار الصناعية، والتي أخبرني الدكتور نظيف وقتها رئيس الوزراء أنه تم الاستفادة به في تطوير هذه المنطقة، وذلك في كلية العلوم جامعة المنصورة، حيث كنت المنسق العام لهذا المشروع والذي كنت باقتراحه في عهد معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى الذي زلل عقبة التمويل في ذلك الوقت من مجلس الجامعة، وأنا بشكره وشرفنا بحضوره الغالي، هو قيمة وقامة كبيرة. وأرى أننا كبشر بالعالم أجمع نقف الآن على أعتاب ثورة تكنولوجية جديدة يمكنني شخصيا أن أطلق عليها مسمى Imagination Technology، التكنولوجيا الخلائية الفزة، ويندرج تحتها ثورة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، ولكونها منظومة تعتمد على الاتصال السريع
بشبكات عملاقة للمعلومات والبيانات، فتعمل على تحليلها وربطها ببعضها البعض بغرض اتخاذ قرارات سليمة لتنفيذها، ولذا يطلق عليها ماشين ليرنينج، ومنها الروبوتس. وكمثال سريع، فالسيارات الذكية ذاتية القيادة أضحت حقيقة لا خيال، فلها القدرة على فورا، وذلك في زمن 1/1,000,000 من الثانية، في حين أن السائق البشري يقوم بذلك في غضون ثانية. إنها قدرة الآلات على الرؤية والتعلم، ومن المتوقع انتشارها عام 2040 بصورة كبيرة. ومن رؤيتي الشخصية أن العصر القادم هو عصر التكنولوجيا الخيالية، وأنا بسميه كده من رؤيتي الشخصية، لأن ما فيش حاجة اسمها كده دلوقتي. فبالخيال وضع نيوتن نظرية الجاذبية، وبالخيال حديثا فكر ستيفن هوكينج بنظرية الأكوان الموازية والثقوب السوداء. أما بمصرنا الغالية، فإن تحقيق مشروع الضبعة النووي للاستخدامات السلمية يمثل في ذاته نقلة علمية كبيرة جدا لا يقدرها إلا العلماء. إنها نقلة تكنولوجية وقفزة إلى المستقبل فتؤتي ثمارها كل حين لجميع الأجيال القادمة. ثالثا، القوة الثالثة الأخيرة هي القوة الإنسانية الراقية، valued human strengths. إنها نقاط القوة للدول بصور عامة. أشار العلماء لأهميتها في بناء الحضارات الكبرى كقيم مشتركة للبشر، ولكونها توليفة وسبيكة جميلة رائعة متميزة لفضاء الإنسانية. اسمحوا لي أن أسردها في عجالة. أولها الثقافة، وهي ما تعرف بالسوفت باور، ولقد عرفها ماثيو أرنولد بأنها أفضل ما قيل وما جال بالفكر. والثقافة ليست مجرد معرفة، بل هي سلوك في كيفية تناول ما قاله أرنولد. ثانيها الإرادة والإدارة. والإرادة بتعرفها البسيط هي أن تحدد ما تريد وأن تفعل ما أردت بإدارة حكيمة قوية. وثالثها الطموح. ويجب هنا أن ندرك أن هناك خط واصل فاصل رفيع بين الطموح والطمع. ورابعها الإصرار والتحدي، فبغيرهم لا شيء يجدي. وخامسها الذكاء الاجتماعي والقوة التفاوضية لتحقيق الأفضل للشعوب. وأعتقد أن سيادة الرئيس السيسي لما كان دائما يتفاوض مع الشركات العملاقة المختلفة كان يكون له نصيب كبير من هذا الجانب. وسادسها حب التعلم والتعليم والبحث العلمي، وكحقيقة وليس إطناب أو ادعاء، وأنا لا أجيد ذلك بالمرة، فإني أرى بعيون باحث عمل في أقطار العالم شتى أن مصر الآن وفي هذه الآونة تستخدم قدر كبير من هذه القوى التي تؤدي إلى ارتقاء الأمم، لتعبر المكان من خلال النقل والتعاون مع الآخرين المتميزين بأقطاب الأرض كلها بما يفيد الوطن، ولتعبر الزمان بأن تحقق هذه النقلة النوعية في زمن وجيز وقصير بقدر المستطاع، وبأن تعيش الخيال الذي أشار إليه أينشتاين، وهو بناء المستقبل الأفضل بعد رسم طريقه جيدا بالعلم والعمل. وأرى أن خير وسيلة للتنبؤ بالمستقبل هي المشاركة في صنعه. وأمامنا طريق
طويل ولكنه مشرق وإن شاء الله يكون مزهر. وبالأمس فقط أعلن عن خارطة طريق جديدة للبحث العلمي والتكنولوجي لتكون أمام سيادة فخامة الرئيس. وختاما، فإن سعادتي اليوم الغامرة لا تدانيها أبدا أي سعادة عندي شخصيا، لأن هذا التكريم المشكور باختياري شخصية هذا العام قد نبع ومنح من أصحاب الفضل، وذهب التكريم لصاحبه دون أن يطلبه ودون أن يتقدم له. إنه تكريم لإنجازات وليس تكريم للذات. فالجامعة ومجلس الجامعة ورئيسها النشيط الهمام والسادة الأفاضل نواب رئيس الجامعة كقادة للمنظومة الإدارية الناجحة هم أصحاب هذا الفضل. وهنا لا أنسى أبدا أساتذتي وزملائي وتلاميذي الأفاضل بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة الذين اقترحوا اسمي بالإجماع في مجلس قسم الكيمياء، ودعمت قلعة العلوم بالجامعة وأقصد كلية العلوم هذا الترشيح إلى أن أخذ طريقه ومساره مع باقي ترشيحات الكليات الأخرى لأصحاب القرار بالجامعة وبناء على معايير علمية صارمة. وليتم اليوم تتويج رحلتي بالعلم والعطاء لأكثر من 40 عاما، فجاء مسك الختام لها. لكم جميعا شكري العميق وامتناني بلا حدود، فهذا تكريم حصاد السنين. السيدات والسادة، قديما أشاروا بأن العلم نور، وأرى شخصيا أن شمعة العلم يمكن أن تشعل مئات الشموع دون أن ينتقص ذلك من نورها، بل يضيف إليها أنوارا جديدة. ولذا أقول أن العلم نور على نور وفوق كل ذي علم عليم. وأشكركم وتحيا مصر.